السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على البومب اميرجي اللي هي دي. هنشوفوا كيفاش كنمونطيوها الفوق قبل ما نهبطوا للبير. عندنا المحرك كيكون بوحدو اللي هو هذا من هنايا حتى لهنايا، كنربطوه بيد الكروات من هنايا. هاد الكروات كيكونوا هنايا كنمونطيهم به. كاين هنايا الكابل ديالو كنراكوردي واحد هاد الجونكسيو تيرميك. كاين عندنا هنا في الفم ديال البومبا كيكون هو الديامتر 63، كندير واحد ريديكسيون 63 40، كندير واحد ماملو هنا هو اللي هو هذا. عندنا هنا الكلاب بي اونتي روتور باش ما مابقاش يرجع للبير، بحال مثلا درنا الشاطو باش الشاطو ما يخواش. عندنا هنا هاد المونشو كيكون مال ايغال وكنركبو فيه البوليتيلين. عاد من بعد كنديرو دوك لي زلكترود اللي كنقوليهم حنا بالدارجه الشمعات اللي هي هادي. كندير وحده هنايا كنلصقو هنايا حتى هي مع الخيط، كنديرو لها الكونيكسيو ديالها الجونكسيو تيرميك حتى هي، وكنديروها في النص هنايا مثلا ديال البومبا. كنديرو كنبعدو شويه كنديرو الثانيه وكنزيدو ثاني واحد متر ونص ولا جوج وكنديرو الثالثه. هذه هي البونش. من بعد ان شاء الله غادي نتكلموا على الطابلو كيفاش يخدم ولي رولت نيفور رولت فاز. هذا مكان وعلى البالون، ومع السلامة في حلقة قادمة ان شاء الله.